نشرة الظهر. مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية وفي عناوينها. مناسق عام البعثة الصحية للحجيج التونسيين يؤكد تعهد بكل حالات ضياع الحجاج حتى من غير المسجلين في المنظومة. موجة حر متوقعة بداية من اليوم، ووزارة الصحة تصيب اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمجابهة تداعياتها. مدخرة تونس من العملات الصعبة تقدر ب 107 يوم توريد إلى حدود منتصف شهر جوان الجاري، وفي النشر قراءة في هذا المؤشر. وفي العالم، شبح المجاعة يخيم على قطاع غزة في ظل تواصل إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات ودعوات إلى تدخل دولي فوري وعاجل لوقف هذه الجريمة. أكد منسق عام البعثة الرسمية للحجيج التونسيين حمادي السوسي في تصريح للأخبار اليوم أن وضع الحجيج التونسيين تحت السيطرة، وأنه يتم التعهد بكل حالات ضياع المسجلة حتى من غير المسجلين في المنظومة. هذا الوقت حاضر، كل المدخلين منا إما شركة خدمات إما وزارة الدينية بتاعنا زاد كيف عندهم فرق قاعدين يفتشوا على الناس هذوما في الساحات، وبالنسبة لنا احنا قاعدين نشوفوا في المستشفيات المستشفى عندنا صعوبة. بالنسبة للحجاج اللي داخلين في المنظومة ما عندناش مشكل كبير، هذا معفوهم، وحتى كاين في المستشفيات نفتشوا أسامي معروفة. بالنسبة للناس اللي جات في منظومة أنا غير المنظومة جاوا حتى بالضبط، أنا زاد باش يصعب علينا حتى باش نمشي المستشفى تقولوا يعطيني التوانسه اللي منومين عندكم. انا بطبيعه الحال باش ناخذهم بعين الاعتبار، يلزمنا نتبعوهم ويلزمنا نشوفهم. للوقت الحاضر شفنا بكل المستشفيات، وزدت لنا مستشفيات اللي هي ربما اصعب من هذا، هم المستشفيات اللي موجوده في ميناء في ثلاث ايام هذوما نتاع ميناء، وسيارات الاسعاف ما عندهاش الحق باش تدخل الميناء نظرا لاكتظاظ وعدد الحجاج الموجودين فيه. ان شاء الله ابتداء من اليوم بعد العصر يولي عندنا امكانيه باش نزيدوا نشوفوا المستشفيات هذوك. للوقت الحاضر اللي يقولوا انه احنا مسيطرين على الوضعيه بالنسبه لبلادنا، وان شاء الله من هنا من هيرين اخرين يولي عندنا كل الاحصائيات وكل النتائج. وأضاف منسق عام البعثة التونسية إلى البقاع المقدسة حمادي السوسي أن أصعب مرحلة في مناسك الحج هي النفر من عرفات إلى مزدلفة ثم منى التي يحدث خلالها معظم حالات وفية الحجاج أو ضياعهم أو إصابتهم بتعكرة صحية. بالنسبة للحجاج بتاعنا الأصعب مرحلة هي مرحلة النفرة، تحطوا في دارة المؤتمر ثلاثة ولا أربعة ملايين من الحجاج من أعمار مختلفة من جنسيات مختلفة اللي شافوا يمشوا المختلفة في نفس الوقت، كل واحد عنده طريقة يختارها ويعرفها ومؤمن بها، طب اللي يبدأ على شقي، طب اللي يحبوا مجموعة مع بعضهم، طب اللي يركبوا في الكيران. بالنسبة لنا احنا عندنا ديما كيران خاصين بالنسبة لعدد الحجاج، وهنا زاد كيف 50,000 كار باش تخرج زاد في نفس الوقت، هذا كله بعد 24 ساعة بعدينهم في عرفة، ثم تعب ثم إرهاق ثم خلة نوم، وزيدهم جهد كبير اللي باش يقوموا به. بطبيعة الحال بالنسبة للناس الكل اللي موجودين ثم إمكانية تاع ضياع، ثم إمكانية تاع تعكرات، وثم إمكانية باش الناس تطيح. ونحب نقول اللي حالات هذوما تاع ضياع ماهوش عندنا احنا برك، عند الناس الكل، كل إرهاق عند الناس الكل، تعب عند الناس الكل، تعكرات عند الناس الكل. في الأثناء انتقد النائب بمجلس نواب الشعب بدر الدين الجامودي خلال تدخل هاتفي في برنامج المشهد الآن على موجات الإذاعة الوطنية طريقة تعاطي السلطات الرسمية مع حوادث فقدان ووفاة عدد من الحجيج التونسيين في البقاع المقدسة، وأكد أنه سيتم بداية من يوم غد متابعة الموضوع رسميا بالتوجه إلى مساءلة كل المعنيين سواء من وزارة الشؤون الخارجية أو وزارة الشؤون الدينية بصفة عامة. غياب تام لسلطة الإشراف وأساس وزارة الشؤون الدينية، اطلاع البارحة على صفحة رسمية لهذه الوزارة يؤكدون على أن جميع الحجيج في صحة جيدة، كأني بهم يتحدثون عن الذين ذهبوا في البعثة الرسمية فقط دون اعتبار البقية، وباعتبارهم مواطنين تونسيين من حقهم علينا أنهم يلقوا الرعاية الدنيا من البعثة الرسمية ومن حتى الجهات القنصلية، عن قنصلية غادي وعن ملحق اجتماعي يفترض أن يتابعوا أول بأول حالة
التونسيين والتونسيات الموجودين في البقاع المقدسة. صحيح البعض منهم مشى تأشيرة متاع عمره، ولكن في النهاية هم متواجدين غادي كمواطنين توانسة. أولا نحاولوا نقدموا لهم الحد الأدنى من الرعاية، الحد الأدنى المتابعة وطمأنة أهليهم عن الوضع الصحي. فيما بعد نجموا نحاسبوا الأطراف اللي كانت ضارعة ذهابهم بصورة غير شرعية، رغم أن وكانت أصفار نعرفوها منذ سنوات تشتغل بتأشيرة بتاع عمره، وهما في الحقيقة معروفة هي تأشيرة للحج بصورة غير رسمية. منتظر مسألة كل الأطراف المعنية، وزارة الخارجية أو وزارة الشؤون الدينية. احنا شنو دورنا معه؟ نجم نسألوها بأسئلة شفاهية، ونجم نسألوها بأسئلة كتابية، أو نتصلوا بها اتصال مباشر بداية من اليوم، تصير اتصالات مع الجهات الرسمية لاستقاء المعلومة وحث على القيام بدورة. ويواصل حجاج بيت الله الحرام اليوم في مشعر ميناء بمكة المكرمة رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق، ويقوم الحجاج برمي الجمرات الثلاث مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة أسوة بالرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. وتم تخصيص مسارات لتوزيع الحشود على الأدوار المتعددة لمنشأة الجمرات لضمان انسيابية حركة الحجيج. ويجوز للحجاج المتعجلين أن يتوجهوا اليوم قبل غروب الشمس من ميناء إلى الحرم المكي لأداء طواف الوداع آخر أعمال الحج، فيما يمكن لغير المتعجلين أن يبيتوا الليلة في مشعر ميناء ليستكملوا غدا في ثالث أيام التشريق رمي الجمرات. يتميز الوضع الجوي بداية من اليوم وكذلك خلال يومي الأربعاء والخميس بارتفاع في درجة الحرارة بأغلب الجهات، حيث ينتظر أن تتجاوز المعدلات العادية لهذه الفترة في شهر جوان بفارق يتراوح بين 7 و13 درجة مع ظهور أشهلي. سليم بن ميلاد تقني أول بالمعهد الوطني للرصد الجوي. طقس حار ومغيم جزئيا مع ظهور خلايا رعدية محلية بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، تكون مصحوبة بأمطار متفرقة. البحر مضطرب فشديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب محليا مضطرب بقية السواحل. الحرارة مرتفعة تتراوح القصوى بين 32 و38 درجة قرب السواحل الشرقية وبين 39 و45 درجة بقية المناطق مع ظهور الشهيري. التوقعات الجوية اليومي غد طقس حار ومغيم جزئيا بالشمال وقليل السحب بالوسط والجنوب مع ظهور خلايا رعدية محلية بعد الظهر بالمرتفعات الغربية، تكون مصحوبة بأمطار متفرقة. الرياح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة ومعتدلة 15 إلى 30 كيلومتر في الساعة، ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر في أغلب الجهات مع دوير رملية محلية بالجنوب. البحر مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب ومحليا متموج بالسواحل الشرقية. الحرارة تتواصل مرتفعة بين 33 و38 درجة قرب السواحل الشرقية وبين 39 و45 درجة بقية الجهات مع ظهور الشهيلي. ولمجابهة ارتفاع درجات الحرارة تدعو وزارة الصحة إلى العمل بجملة من التوصيات خصوصا بالنسبة إلى المسنين والأطفال والرضع والنساء الحوامل، ومن بين هذه الإجراءات شرب الماء دون انتظار الشعور بالعطش وتجنب المشروبات الغازية والعصائر الصناعية، البقاء في الغرفة الأكثر برودة في المنزل، والحرص على صورة الخروج على المشي في الظل ووضع قبعة عريضة على الرأس، تفادي السباحة في أوقات ذروة الحرارة بين الساعة 10 صباحا والساعة 4 ظهرا، الانتباه إلى علامات ضربة الشمس ومن أهمها أوجاع الرأس وارتفاع حرارة الجسم ومراجعة الطبيب. بلغت مدخرة تونس من العملة الصعبة إلى حدود 14 من جوان الجاري قيمة 23.3 مليار دينار، أي ما يعادل 107 أيام توريد مقابل 98 يوم توريد خلال الفترة ذاتها من السنة المنقضية وفق مؤشرات مالية للبنك المركزي التونسي. قراءة في تحسن هذه المدخرات وانعكاسها على الاقتصاد الوطني بالنظر للصعوبات في تعبئة الموارد الخارجية في متابعة لأحلام الجسمي. ارتفعت مدخرات تونس من العملة الصعبة إلى غاية 14 من جوان الحالي بما يعادل 107 أيام توريد، تطور يؤكد أهميته الخبير الاقتصادي والمحلل المالي بسام النيفر بالنظر للظرفية الاقتصادية الراهنة. منذ بداية العام تم تحسن كبير في مخزون تونس من العملة الصعبة، بالرغم اللي شهدنا سنة 2024 خلاص جزء كبير من الديون الخارجية خلال الأشهر الأولى للسنة خلافا للسنوات اللي تعدت.
إلى حدود 14 جوان ما قيمته 23.2 مليار دينار. إذا كان نقارنه بنفس التاريخ من سنة 2023 نرى اللي ثم تطور يقارب 507 مليون دينار كأيام تغطية. هناك تحسن بتسعة أيام، خلصنا إلى مستوى 107 يوم توريد، وهذه كلها أرقام إيجابية. صحيح هو بصفة عامة كنسبة تغطية ما هيش النسبة الكبيرة برشا، لكن تحطوها في الإطار متاعها، خاصة اللي ما نجمناش نوفر موارد تمويل خارجية في إطار دعم الميزانية، واللي تقريبا نعملوا قاعدين على صادراتنا على مداخل التوانسة بالخارج على السياحة، يعتبر الرقم هذا ممتاز جدا إذا كان ناخذ بعين الاعتبار الظرفية الاقتصادية اللي احنا فيها. ويوضح المحلل المالي بسام النيفر انعكاس ارتفاع مدخرات تونس من العملة الصعبة على الاقتصاد الوطني عموما، مؤكدا ضرورة العمل أكثر على تعبئة مواردنا الخارجية خاصة عن طريق الاستثمارات. هذا يعطينا أساسا قدرة بالنسبة لتونس اليوم اللي هي تواصل النشاط الاقتصادي بصفة عادية، خاصة فيما يخص خلاص الديون الخارجية وتوفير كل ما يهم المواد الأساسية، وحتى المؤسسات تخدم بطريقة عادية عملية التوريد وعملية التصدير بطبيعة الحال باش تتواصل. لكن يلزمنا أيضا نخدم على مزيد تعبئة الموارد الخارجية خاصة عن طريق الاستثمارات اللي هي ما هيش ديون، ما تقلش على ميزانية الدولة والاقتصاد الوطني، لكن توفر موارد العملة الصعبة، تخلق مواطن من التشغيل لمزيد تحسين مردودية الاقتصاد، وباش نحسن وأيضا نظرة المؤسسات المالية الدولية للاقتصاد التونسي، لأنه هذا يسهل لنا كمستثمرين قطاع خاص كدولة باش العملية متاعنا تكون أكثر سلاسة مع الأسواق المالية الدولية. وتبقى ميزانية الدولة والاقتصاد الوطني عموما في حاجة إلى حل مشكل تعبئة موارد الدولة، خاصة مع تمسك تونس بمعالجة مشاكل المالية العمومية في إطار سياسة التعويل على الذات. أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب اليوم عن إطلاق حملة اتصالية متكاملة للتعريف بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب لفترة 2023-2027، وتهدف الحملة الاتصالية إلى نشر الاستراتيجية على أوسع نطاق والتعريف بمضامينها وأولوياتها. شعارها في ذلك وحدة الوطن وتماسك أفراده، وفق ظفر بن حميدة مدير وحدة تفعيل القرارات الأممية المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب باللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب. في شأن وطني آخر، توفي اليوم الناقد السينمائي والصحفي خميس الخياطي بعد صراع مع المرض، والفقيد متحصل على الدكتوراه في علم الاجتماع، وهو صحفي متخصص في السينما والمجال السمع البصري، عمل في عديد وسائل الإعلام التونسية والفرنسية والعربية. صدر له مجموعة من الكتب باللغتين العربية والفرنسية، منها فلسطين والسينما، النقد السينمائي عن السينما المصرية، صلاح أبو سيف يائسا من الصورة، تسريب الرمل، وأيام قرطاج السينمائية، الذاكرة الخصبة. رحم الله الفقيد ورزق عائلته جميل الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn. في الشأن الفلسطيني، حذر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة اليوم من أن القطاع يتجه بشكل متسارع إلى مجاعة في ظل تواصل إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات، مطالبا بتدخل دولي فوري وعاجل لوقف هذه الجريمة. كما نبه المكتب الإعلامي إلى أن 3500 طفل يتهددهم الموت بسبب سوء التغذية وانعدام المكملات الغذائية والتطعيمات. ومن جهته، أكد منسق المستشفيات الميدانية في قطاع غزة اليوم أن الوضع الصحي في شمال القطاع وجنوبه كارثي جدا جراء الاستهداف المتواصل والمتعمد للمستشفيات، ما يهدد بخروجها جميعا عن الخدمة. وتكثف آلة الحرب الصهيونية لليوم 56 توغلاتها البرية وقصفها العنيف على مناطق وسط قطاع غزة ومحافظة رفح في القطاع الجنوبي، ما أدى إلى استشهاد 17 فلسطينيا على الأقل
قتل وإصابة العشرة بجروح. ووفق وزارة الصحة في غزة، ارتكب الاحتلال الصهيوني 3 مجازر في القطاع خلال 24 ساعة الأخيرة، خلفت 25 شهيدا و80 مصابا. في الأثناء تتواصل الاشتباكة عنيفة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال المتوغلة في القطاع، وأعلنت كتائب شهداء الأقصى قصف مقر قيادة للاحتلال في محور نتسليم في عملية مشتركة مع سرايا القدس، فيما أكدت كتائب القسام دك تجمعات لقوات العدو الصهيوني في حي تل السلطان بمدينة رفح بعشرات قذائف الهاون. وكان الجيش الصهيوني زعم أمس أنه بات يسيطر عملياتيا على نحو 70% من رفح، وأنه سيستكمل في غضون أسابيع قليلة عملياته العسكرية فيها، وفق ما ذكرت هيئة البث العبرية. على الجبهة اللبنانية، أعلن حزب الله استهداف دبابة ميركافا صهيونية داخل موقع حد بيارين وتحقيق إصابات مباشرة. ومن جهتها، أفادت وسائل إعلام عبرية باندلاع حريق في منطقة زراعية جنوب المطلة بالجليل الأعلى بعد سقوط قذيفة صاروخية أطلقت من لبنان. في الأثناء، أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي عقب لقاء جمعه اليوم في بيروت بالمبعوث الأمريكي أموس هوكشتاين السعي لوقف التصعيد الخروقات للسيادة اللبنانية وأعمال القتل والتدمير الممنهج التي يرتكبها الاحتلال، مشددا على ضرورة العودة إلى الهدوء. بهذا نصل مستمعين وإياكم إلى نهاية هذه النشرة، قدمناها إلى حضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. مناسق عام البعثة الصحية للحاجج التونسيين يؤكد تعهد بكل حالات ضياع الحجاج حتى من غير المسجلين في المنظومة. موجة حر متوقعة بداية من اليوم، ووزارة الصحة توصي باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمجابهة تداعياتها. مدخرات تونس من العملة الصعبة تقدر ب107 يوم توريد لحدود منتصف شهر جوان الجاري، وفي النشرة تابعنا قراءة في هذا المؤشر. وفي العالم، شبح المجاعة يخيم على قطاع غزة في ظل تواصل إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.